السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. النهاردة هنكلمكم عن الناس اللي ربنا كرمهم القناة بتاعتهم حققت الشروط الأربع تلاف ساعة والألف مشترك وعايز يعمل أدسنس. في ناس أول ما ربنا يكرمه كان يعمل القناة يجي ربط القناة بأدسنس، ده هو خطأ يعني فاحش زي ما بقول. ولكن احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نربط القناة بتاعتنا وقت التفعيل. ازاي؟ انا خلاص ربنا كرمني قدرت اكمل الشروط ال 4000 ساعة والالف مشترك، باجي اعمل حاجة اسمها تقديم الطلب، وده هشرح لحضراتكم دلوقتي بالصورة بالفيديو. بقدر اقدم الطلب. طيب قدمت الطلب، بعد ما بقدم الطلب بيجيني كلمة بدء. بعد ما بيجيني كلمة بدء في الثلاث خطوات جيت ستار او بدء، ببدأ اشتغل على البدء. بعد البدء بيجي رحمني المرحلة التانية. المرحلة التانية اللي هي التانية اللي هي الربط بادسنس. الربط بادسنس بيقول لنا ايه؟ بيسألني بيقول لي انت عندك ايميل؟ طبعا انا كنا عامل ايميل ومجهزه. ايميل ملوش دعوه لا برقم تليفون القناه ولا بايميل القناه، ايميل منفصل ومش فيك عشان الناس تبقى دايمين فيك. لا ده الايميل ده انت سيادتك تقبل بيه ان شاء الله. طيب انا عملت الميل ده وطبعا مكتبه عندي على الجيميل بتاع القناه، الجيميل بتاع التليفون او اللاب او الكمبيوتر. طبعا بقى اول ما باجي افعل الخطوه الثانيه بيسالني بيقول لي انت عندك حساب؟ عندي حساب، بيطرح لي الحسابات كلها الموجودة عندي على الجيميل. طبعا بختار منهم الحساب اللي هو اللي انا لسه عامله دلوقتي او اللي انا عامله اللي هو بتاع ادسنس، وابدأ اقدم خطوات. وده هنشوفه دلوقتي مع بعضنا دلوقتي بالصور وبالفيديو. اتفضلوا معنا. ودلوقتي احنا عشان نخش على اللي نعمل ادسنس بنعمل تسجيل دخول اللي من على الجوجل، تسجيل دخول يوتيوب. بيظهر على الشكل ده بايميل القناه، يجي جاب لي الشكل اللي انتم شايفينه الحضرات كده دلوقتي. التليفون بتاعي اتقلب للابتوب او كمبيوتر. بص تحقيق الريحي كده خلاص متفعل دلوقتي معانا اهو. ونبدا ندخل من فوق على الصوره بتاعتنا، بنضغط عليها بيظهر عندنا البيانات كلها على الجنب اليمين اللي هي الفيديو والاحصاءات وتحقيق الربح. طبعا بيبقى مكتوب كلمه تحقيق الربح او علامه الدولارز اهي تحقيق الربح. وفي قنوات او في اماكن تانية بيجي منها تبقى علامه الدولار بس. جنبي دلوقتي بيقول لي انت حققت ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك، وبيجيني بيقول لي تقديم الطلب. بتبدا تقدم الطلب دلوقتي لليوتيوب عشان نشتغل على الثلاث خطوات اللي هيظهروا معانا دلوقتي. اهو ظهروا معانا الثلاث خطوات دلوقتي اهو. بيقول لك الخطوه الاولى مواجهه احكام برنامج شركاء يوتيوب، بتقول له بدء. بدء بيظهر لي شروط واحكام يوتيوب. بنيجي في الاخر زي ما احنا عارفين مفيش حد اصلا بيقرا احكام ولا شروط، بنيجي في الاخر وبنقرا وبندوس اوكي. بتيجي في الاخر كده موافق. بعد كده بينقلني على الخطوه الثانيه. دلوقتي هو بيحمل كده خلاص انت وفيت له على الشروط، بيبدا ينقلك على الخطوه الثانيه. كلمه البدء دي او كلمه موجوده جنب الخطوه الاولى بيقول لك لما يتم البدء، بيديني كلمه تم بالاخضر او بالازرق. اي خلاص اهي تم جت اهي دلوقتي اهي كده خلاص. دي الخطوه الاولى كده خلصت. ندخل على الخطوه الثانيه اللي بيقول لك الاشتراك في جوجل ادسنس. بضغط عليها بيظهر يقول لي انت لديك حساب، لاملك حساب لا اعلم. فانت بتختار لاملك حساب وبتدوس اوكي، فبيبدا يوجهك للصفحه اللي احنا هنشوفها دلوقتي عشان لو خاطر لو انت قلت له ان انا عندي حساب يبقى انت كده مشترك في حساب جوجل ادسنس وهيحصل مشكله وتضارب بعد كده. طبعا بينقلنا على الصفحه اللي انت هتشوفها دلوقتي اهو. يقول لك اختيار الحساب، بتختار الحساب انت كده كده بتبقى مكتفه على جيميل وعلى جوجل. بيفتح لك كده، بتحط موقع القناه اللي هو الرابط بتاع القناه بتاع حضرتك، وبتقول نعم اريد مساعده، وبتختار البلد بتاعه حضرتك. وبعد ما بتختار بيقول لك رجعت مراجعه الاحكام والشروط، برضه بتوافق عليها زي ما وافقنا عليها في الخطوه الاولانيه. دي الاحكام والشروط اهي، بتدوس استمرار او اوكي. بيبدأ يوجهنا على الصفحة اللي هي بتاعت جوجل ادسنس. وبيظهر عندي الصفحة اللي انت شايفينها دلوقتي، بندوس على كلمة البدء، بيبدأ يحمل معايا ويبدأ ينقلني على الخطوات او المعلومات بتاعتي الشخصية اللي هقدر اقبض بيها من وسترينيون. ولازم نكتب الخطوات الصح، ما ينفعش نكتب اي خطوات خطأ.
بيقول لي هنا نوع الحساب بنختار حساب فردي وليس تجاري. الاسم والعنوان بتكتب الاسم بتاع حضرتك الموجود في البطاقه عشان لما تروح للراجل بتاع وسط النيل ان شاء الله بعد ما تحقق الشروط وتقبض الدولار لازم يكون الاسم اللي موجود في البين كود يكون نفس الاسم الموجود في البطاقه. بتكتب اسمك رباعي وبعد كده بتكتب اسم البلد سطر العنوان الاول وسطر العنوان الثاني. بعد كده بتكتب بقى في السطر الثاني او الاول مش هتفرق. بتكتب الموضوع بالتدرج يعني انت مثلا ساكن في شارع علي باشا مثلا او شارع علي باشا زهرول منطقه الويلي ترعه الجبل. بتبدا الحاجات اللي دي بتبقى في الاول. بعد كده تكتب بقى محافظه القاهره الحي الرئيسي مثلا. بعد كده تكتب محافظه القاهره مصر. ودلوقتي بنبدا نسجل الخطوات اهو. لازم نتاكد ان احنا سجلنا الخطوات صح وسجلنا رقم التليفون صح ويكون خط التليفون شغال. لان في ناس بتقول لك نعمل حساب فيك. لا مفيش حاجه اسمها حساب فيك. ده تقول لك جري اعدادك توجيهك الى المضيف اهو. بقول لك جري العمل على اعداداتك دوت عشان نكمل اعداداتنا. بقول لك انت قدامك اسبوع او اتنين. الكلام ده مش صح والموضوع بياخد على طول بالظبط من خلال ساعتين ان شاء الله وبيبدا يوجهك على تحقيق الربح. طبعا بعد ما وجهك لتحقيق الربح اللي هي الخطوه الثانيه في الموضوع بيقعد ساعتين زي ما قلت هو بيوجهك للخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه مالكش علاقه بيها. الخطوه الثالثه بقى بتقعد ساعه اتنين. بعد كده بيبدا يرد عليك بعد ساعه او باتنين ويقول لك مبروك انت قناتك اتقبلت. ويا ريت قبل ما تبعت القناه بتاعتك في عندنا لينك اللي هو الحلقه اللي قبل دي على طول انا منزل فيها ازاي لو انت عندك مشاكل في القناه تقدر تشيلها. اهو خلاص بيقول لك اهو تم دلوقتي زي ما قلت لكم ساعتين بالظبط. بس طبعا احنا مش هنقعد على الفيديو ساعتين. انا جريتها اهو. بيقول لك تم الاشتراك في جوجل ادسنس وكده وجهك للخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه ان شاء الله بتقعد ساعه اتنين يومين بكتير جدا وبفضل الله بتتقبل على طول القناه كده. خلاص اهو بيقول لك مبروك عليه انت بقيت من شركاء يوتيوب او كونجريشن. زي رساله هراها لكم دلوقتي. دلوقتي احنا دخلنا على صفحه تحقيق الربح اهو. بص اهو الايميل اللي بيجي لك على جيميل او على كونجريشن اهو بيجي لك الريبورت اللي انت شايفينه دلوقتي كده او بيجي لك بالعربي تحقيق شركاء يوتيوب او برساله زي ما انت شايفينها كده دلوقتي اهو. والرساله دي فيها كل اللي انت تبدا تفعل اعلانات. وانا عندي في فيديو هحط لكم اللينك بتاعه ازاي تفعل اعلانات على القناه. شكرا. وزي ما شفنا كده حضرات مع بعضنا ازاي نفعل القناه بتاعتنا بادسنس ونربط القناه ونسيب المراجعه بتاخد من ساعتين لثلاث ساعات. هو بيقول لك من اسبوعين وده خطا يعني وبيديك حته الطمانينه شويه. لكن هو الموضوع لا يستغرق اكتر من ساعتين بفضل الله. بعد كده القناه بتخش لوحدها اوتوماتيك في المراجعه. بالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.